بيتكلموا عن الدول المصغره بالديون، احنا مصغرين بالديون، وديون ما عملنا احنا، كانت ديون ورثناها احنا. والان عندنا قرض كين الان تم توافق عليه من صندوق العربي للمال الاجتماعي لتكمله كهرباء مشروعات نهر النيل والشماليه وحتى النيل الابيض والنيل الازرق. بترول بتاع جنوب السودان وبسوب العبور، ودي يا جماعه حنغطي بها الدين بتاع الشركات اللي نحن كنا بناخد انتاجها في الفتره الماضيه دي كلها، وما بنديهم قروش. فيبقى الكهرباء بتاعت المناصير مع كهرباء محمد كلها بقت الان ان شاء الله مموله من دوله قطر عشان نغطي الناس بالكهرباء. الحمد لله احنا استغلينا موارد النفط في بنيات اساسيه. الناس لا تستطيع ان تنكر ان احنا عملنا بنيات اساسيه ضخمه جدا في طرق وكباري والكهرباء وكثير من المشروعات، حتى المشروعات الزراعيه حصل فيها توسع كبير جدا في مجالات، في مشاريع الان في عمل فيها كبير جدا ماشي، يعني بعد سد مروي الان شغالين في سيتيت ونهر عبره شغالين تعليه الرصيرس. والتحيه لاصدقائنا واشقائنا في الدول العربيه والصناديق العربيه وبنك التنميه الاسلامي وبنك الاوبك اللي مولوا هذا المشروع. لكن سمعت كلمات اخواننا الان وهم يتحدثون اليكم ويبدو اعجاب وفخرهم بهذا الانجاز وايضا استعداد لتمويل المشروعات المقبله ان شاء الله. ونشكر اصدقائنا في جمهوريه الصين الشعبيه اللي وفروا لنا التمويل والخبرات وكل ما نحتاجه في المشروعات دي لقينا عند الصينيين يا جماعه. نشكر اخواننا في الصناديق العربيه وبنك التنميه الاسلامي وصندوق الاوبك اللي وقفوا معانا ووفرنا التمويل وعوضونا. كان العون والدعم والسند بعد الله سبحانه وتعالى من اشقائنا في الدول العربيه والصناديق العربيه، في اصدقائنا واشقائنا في الصين وكل الاحرار في العالم، عشان كده استمرت التنميه. عدنا علاقاتنا مع الدول العربيه اتطورت، والان الدول العربيه يا جماعه هي الممول الرئيسي لمشروعات التنميه في السودان، الممول الرئيسي لمشروعات التنميه في السودان. الضعف في تنفيذ المشاريع التنمويه المموله بالقروض وما يوصف بالاستغلال السيء لهذه القروض عاملان ساعدا في ارتفاع ديون السودان الى اكثر من 42 مليار دولار بحسب بعض الخبراء. كانت الدول الغربيه تمثل وجهه الاقتراض الاساسيه للسودان، لكنه اخيرا اتجه شرقا للحصول على قروض من بعض الدول الاسيوية، اضافة الى الصناديق العربية وبيوت التمويل الاسلامية وبعض الدول العربية النفطية. المديونية الخارجية للسودان تتجاوز نسبة 80% من دخله القومي الاجمالي، وهي بذلك تلقي باعباء كبيرة على الدولة في ظل اقتصاد يعاني عدم الاستقرار. اسامة سيد احمد، الجزيرة، الخرطوم. لكن بقول انه السلع اللي احنا كنا نسميها السلزيه تضاعفت هذه السلع واصبحت في فئه محدده هي المستمتعه بالدعم ده، مستمتعه بالاموال الدخلت البلدي، مستمتعه بالاموال الدخلت البلدي، وفي فئه ثانيه محرومه تماما. حنردوا عليهم مشروعات زراعيه جديده، حنقيم الترعه من سد مروي عشان تزقع على الاقل مليون فدان جديدة، عشان نزرع قمح يكفينا ويكفي جيراننا كمان. يكفي يا جماعة احنا بندعم البترول القمح المستورد بندعمه في السنة ب 400 مليون دولار. ومشروع نهضة زراعية وبرنامج تنفيذي للنهضة الزراعية حقيقي، وعملنا الآن نماذج وعملنا تجارب. أبو المشروعات في السودان عايزينه كان شيخ المشروعات في السودان.
هنعيده شباب من جديد، وحيكون شاب جديد، هنعيد تأهيله من جديد، تأهيل الترع كلها والغنوات جميعا. المزارعون يقولون إنهم أمام موسم بلا حصاد، ويحملون الحكومة المسؤولية عن تردي قنوات الري. فمثلا هذه المساحة المزروعة بالقطن لم تصلها المياه منذ زراعتها في منتصف أغسطس الماضي، مما عرضها للتلف. مشروع الجزيرة أكبر مشروع في أفريقيا بمساحة مليوني فدان تحت إدارة واحدة، وهو الآن بحسب مختصين في حالة تدهور في ظل نقص الري وسوء الإدارة وإهمال الدولة للزراعة وتخلف التقنيات المستخدمة. متوقعين في عام 2013 أنه ما تكون عندنا أي أزمة في الحصول على عملة أجنبية، ونحن على قناعة تامة إن شاء الله. وعندنا من الترتيبات أنه في نهاية هذا العام أنه يستقر سعر الدولار في حدود 3 جنيه. أول حاجة التضخم اللي بدأ يرتفع لغاية ما وصل 48% بالرقم واحد، سعر العملة اللي كان 2 جنيه اللي وصل 7 وحسب ماشي اللي 8 وحسب ماشي اللي 8. فكان إعلان كلمة الله وتحكيم الشريعة الإسلامية هو شعار ثورة الإنقاذ ودثارها. ونحن حسنا تبايعنا وتعاهدنا وتواسغنا على أن نقيم الدين، ونحن عهدنا أن نقيم الدين كله. عارفين يا جماعة طريقنا ده طريق ابتلاءات وطريق عزائم، لا ده طريق الرسل والدعاء، لا ده طريق الرسل والدعاء. اليوم لإنغاز بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين، لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لإنداء الواجب والوطن، في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية وتأمين الوطن فانهيار كيانه وتمزق أرضه فانهيار كيانه وتمزق أرضه. نحن معكم ننقل هذه الفعاليات وهذه اللحظات من ميدان الحرية هنا في مدينة جدة وسط هذه عشان كده أنا أنتهز الفرصة دي وأقولها تاني ويسمعوها أحسن مني أنا مباشرة. أنا قاعد رئيس ما في قوات بيقول تاني تدخل دافور، لأنه أنا أسهل لي مليون مرة أبدأ قايد للمقاومة في دارفور ضد القوات الأجنبية ولا رئيس جمهورية محتلة ولا رئيس جمهورية محتلة. الليلة لو قبلوا انه حتى يدون النص زي ما كنا قبل الانفصال ما حنفتح الانابيب تاني. لدخل جريمة البشير سلفاكر بالاتفاق على استمرار تصدير نفط الجنوب عبر خطوط الانابيب الشمالية. نحن نعرف ان هذه الاتفاقيات مطور غير انسياب مرور السودان.
السودان والإنشاءات السودانية وإلى بناء تصدير وإلى خارج السودان. وكل هذا مع استشراء الفساد والتحريف والسوق الأسود، مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام. عشان كده احنا نقول المجتمع السوداني بدأ يمشي يبقى طبقتين. طبقة عندها إمكانيات كبيرة جدا تستطيع تصرف صرف من لا يخشى الفقر في كل شيء، في مأكله، في مشربه، في سكنه، في ركوبه، في رحلاته، في إجازاته. وبعد أن كنا نطمح أن نكون بلادا سلت غذاء العالم، أصبحنا أمة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود، تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود. إحنا مشاكلنا الاقتصادية ممكن نلخصها في ثلاثة حاجات. إحنا بنستورد أكثر مما نصدر، بنستهلك أكثر مما ننتج، بنصرف عبر وزارة المالية أكثر مما نجبي. لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة، ولكننا بالمنصب من أجل الثورة والشعب الجميل عريضه بريلي والتسعيد وسيع من التوسع لبريلي من رمبر. والسلام عليكم ورحمة الله.